بلاد تون الطيب أوشاطر. معكم الطيب أوشاطر فاعل جمعوي ابن منطقة تركون توشكا. حنا كنشوفوا هذا المشكل اللي كتعاني فيه الساكنة من التهميش ومن الإقصاء حول هذه المادة الحيوية اللي هي الماء الصالح للشرب والمادة الأساسية، وكنشوفوا كل سنة كتزاد المعاناة ديال الساكنة هنا. يعني المشكل ديال الماء هو موجود، يعني ماشي خاص، كاين أبيار، كاين المنابع ديال الماء اللي هذه المنطقة معروفة بالمنابع ديال الماء. ما بقاش محتاج لا حفير لا حتى شي حاجة، يعني خاص غير يطلقوا المشروع ديال ما يتمشى، لأن كاين التزويد. كاين إلا كتشوف هذا البروجي ديال اليونيب راه داز المال العدد ديال الدواوير، داز المال السونتر، يعني كلشي الناس مركبين المواقن، مركبين كلشي، ولكن حتى شي واحد فيهم ما كيستافد في الماء. اشنو اللي حبس هذا الشيء؟ حابسو الحسابات الضيقه ديال السياسيين. يعني كل واحد كيبغي يمارس السياسه بالتلاعب بالمصالح ديال الناس. يعني اللي بغى يمارس السياسه يمارسها، ماشي مشكل، ينتمي للي عجبو، ولكن يخلي المسائل اللي هما ضروريه للانسان. ملي كنقولوا الماء راه اساس ديال الحياه، ملي كتحرم الناس في الماده ديال الماء راه كتجرد من المبادئ الانسانيه ديالك هو الاول، لان الا عندك القيم الانساني راه ما غاديش تمنع الناس من المشكل ديال الماء الصالح للشرب. ثانيا كنشوف هذا المشروع بدا في 2007، من 2007 حتى 2021 راه داخلين دابا في 2022. هذا المشروع مازال ما طلق، مازال ما تحل. كل مره كتقرب الانتخابات كيدير واحد الدعايه فارغه بان غيكون الماء صالح للشرب غيطلقوه. يعني ملي كيشوفوا هذا المشروع ديال الماء ما كيبانش لهم، لان كيلبسوا شي نضاضر كحلين، ما كيبان لهم هذا البير، ما كيبان لهم هذا المشروع، حتى كتبقى واحد 3 شهور الانتخابات. بهذه العجاجه ديال الحمله الانتخابيه كتحيد لهم هذه النظاره، كيبان لهم بان الساكنه خاصهم الماء، ولكن راه الساكنه كيخصهم الماء مده 5 سنين، ماشي كيخصهم في الحمله الانتخابيه. ما بقاتش تقول راه انت خدام الناس كتهزهم بالطوموبيل الا غيجيبوا مطيشه في السوق. راه الناس ما خصهمش، اللي غيهزهم غيدير غير بهيمه ديالو غيتسوق به وغيجيب به اللي خاصو، ولكن خاصو الماء الصالح للشرب. ماشي كيطلب لك هذا الشيء جميل، لانه هو صوت عليك، ماشي فرض عليك انت باش ترشح. انت اللي كتخرج كتقدم راسك كتقول لهم انا راه غادي نترشح، ما عليك حتى واحد. هذه المسؤوليه انت اللي كلفتيها على راسك، انت اللي فرتيها على راسك، خاصك تكون قاد به. الا ما قاد بالمسؤوليه خاصك تقدم الاستقاله ديالك وتعطي اتساع للمشاريع التنمويه والتسيير ديال الشان العام، لان هذا الشيء كيف ما كان كيبقى تقليد وكيبقى عار على عاتقك. ما حد انت في الحياه، لان كتشوف العيالات اللي كيمشيو كيسقيو كيضربوا 6 كيلومتر 5 كيلومتر كيتعرضوا لمشاكل في الطريق، لان كاينين الافاعي السامه، كاينين الله ينصر سيدنا ورلا ما كله قال لنا هذا في الحلوف. الحلوف تكون شاينات كيرشي شتيت لا بوكات دا تا خصيتي نتقيت لاحت كله كنا نتقيتش قلبت الحلوف كي نتقيت غايزا غنعيش تاركويت غير كله يعيشني هاد اللي قبيلنا، لا غادي 5 ديال قبيل كله غيزا عايشين اوين البهايم من الربيع مدني البهايم من شناوين كلشي السوان. الا ما ديت تا وين غير غادي تنولي كانين قن غير الغنى الا غير البابا لا بوكا الا كلشي وين يكون كريلك من الحلو في شتيت دير حل غير حل غير جيت هاد نايت عين غير تما غير تاكوتاش نتكانا زرو شو السجين لا 60 باقي على 60 غير تكانا زرو نسكاتن ايه ممنوع نتقبتا سنيت كريناك ورقاوي النون السلطه المحليه وراسك وريلا ما يساوي انا تبدا تسال مخزينك السيره تاركه والنغره وين ما كيقرا نوريلا كلا الهدف غير نوريلا لا يهضر ربي مدنا دابا تما زيرت هاد نكاتين عايشين مدنا غير بخير وعلى خير بخير غير القنب ديال العمارات تولي غير سدور انا نتفات تيكمي كيش 15 بيت 2 ليطاج 3 ليطاج قن غاينا شكون على شغل المدشتان على غير اللي غورت لنا الماكله غير كلي الصينوار راه منك بلاد اللي ما فيهش الخبز ماشي بلادي كنا ما تسكرت غير جوري لا غور حيدنا غايا الحلوفات غير دير حالنا دا كله يهلك التونيس يرحل في ديال العدد الغابات ديال العدد الكيلومترات اللي كاد اللي عايشين مدنا شكين غير بحال جرين يشتف كله غير سوا غادي كيوا الفراس هاتنا غير كهضر سنين المخيم هاتني دلعينا دغيا طلب مدني ربي حيدنا غير اللي غيشكينا شكون ما غير قدرنا ما انا دتو راهي نشغي واخا كنا نهو غني الجدر اما انا نسكرني الجدار اي غير عمر الشريج يقدر دتو راهي نشغي اتمنى رزكات الكيلومترات يغوفان ما غاتفوغن الا دتو راهي هو تلعينا زلاتي فكان كيشي قبل لي ضنامان فكيني كيشي كلشي كينصر ربي سيدنا غايد مدنا داتني هضر ربي الهدف ما تكون له كان الحلوف دير حل عن هلكنا غي رحالنا كله يفون في سما جير تاد الحلوف الحلوف غير مدنا غير غنيمه ديال خسرت شفتي غير غادي انت في 4-5 كنيش سولاري تهدد حياه المواطن انت ما غتلوش تاش كسر كاع كان هضرت ما ندور كاج فميت في الحلوف الحلوفه كله الموض عاد وارغ سليف غادي شي جيران تا كاع يكين 20 واحد شتفات وكشن زيد الغابه هذه هاتر دوار نغيد وكشن الشرقه او هكذا كاع الخيره كون يصبح ربي الله يرحم بها الوالدين. ازول معكم الطيب أوشطر ناشط جمعوي هنا في تركان تشكى. معكم الطيب أوشطر مرة ثانية في مشكل آخر هنا في تركان تشكى. كما كتشوفوا إلا كنجيو كنهضروا على هذه المشاكل هو دليل قاطع بأن كاين تقصير في الجانب التسيير ديال المنتخبين أو المسؤولين أو الجهات المسؤولة على هذه المنطقة. دابا كتشوف هذا المشروع هو المشروع الثاني هنا في تركان تشكا ومشروع كبير تبارك الله اللي هو وحدات ديال تقطير الاعشاب لان الا كنشوفوا منطقه ديال تركان تشكا معروفه هي بالاعشاب الطبيه بحال الزعتر بحال الخزامه بحال الفلايو بحال التقنديشت بحال الحلحال اليازير يعني كاينين عدد ديال الانواع ديال الاعشاب الطبيه اللي هما نادرين ومطلوبين في السوق ولكن المشكل ملي كنشوفوه هنا دابا كنجيو كنلقاو هذا واحد التقطير من نهار تدشنات تحبسات يعني من نهار التدشين كيتحبس المشروع. السبب ديال هذا المشروع حتى شي واحد ما كيبغيش يعطيك ملي كتسول الرئيس ديال الجامعه كيقول لك انا ما فراسيش. مؤخرا سولوا واحد السيد قال لي انا كاع ما فراسي ذاك المشروع ما عرفت واش ما فراسوش بان تبنى هذا المشروع هنا او لا ما فراسوش بان تركان المشروع ما كانش هو حاضر. هو كان حاضر كان رئيس الجامعه انذاك قريب الولايه ديالو تسالي ديك الساعه لان المشروع جا في الرئيس اللي قبل منه هذا جا في المشروع اللي جاب الرئيس اللي قبل منه. ملي تنجز هذا المشروع فاش كمل ناض هو حضر ليه في التدشين هو كينكر بان راه هذا المشروع ما عارفوش ولا ما عرفنا واش البنايه اللي ما شاف او لا بان راه ما شافوش مسدود. وهذا دليل قاطع بانه هو ما عمرو زار واقيلا هنا لان لو كان كيدور في المنطقه ديالو او لا في السونتر ديال الجامعه كيدير واحد جوله استطلاعيه مره في 5 سنين ما غاديش نقول لك ولا مره في النهار ولا مره في الاسبوع لان ما يمكنش مره في 5 سنين في الحمله الانتخابيه ديالو الا كيدور فيه راه غيبان لي هذا المشروع مسدود وكنترجاو فيه يدوز هنا نهار الاثنين حتى الجمعه اللي غيكون اوقات العمل ما يدوزش في الويكاند في السبت والحد باش يقول لك راه ما ربنا هاد الناس غير جالسين في العطله. لان كندعيو الرئيس الجامعه يدوز في هذا الطريق باش يشوف هنا باش يعرف هذا المشروع راه تسد من نهار تدشن وكندعيو المجلس الاعلى للحسابات كنطلبوا منه باش يجي يزور هذا الشيء لان الهدر ديال المال العام هذا الفلوس تصرفوا النتيجه ما كايناش. يعني الا جينا نديروا هذا الشيء كلشي في المغرب راه غادي الصندوق ديال الدوله غادي يتسع والمديونيه كتزاد والمداخل ديال هاد الفلوس ما كاينينش. ملي كنشوفوا المديونيه غاديه كتزاد راه هاد الناس كيساهموا في الزياده ديال المديونيه ديال المغرب. ما تنساوش تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.